Buenas tardes, bienvenidos todos a Casa Árabe. Hoy tenemos al-Arabi. El honor ما. De contar con la visita نتشرف اليوم بأن نستضيف السيد علي بن سميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. السيد المري يزور إسبانيا وأجرى هذا الصباح زيارات عدة ويشرفنا هذا المساء بزيارته. شكرا جزيلا ومرحبا بكم. حضور السيد بن سميخ المري يعكس مدى الأهمية التي توليها دولة قطر لمسألة حقوق الإنسان. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أرأسها تسعى ضمن أهدافها لتوعية المواطنين بأهمية احترام حقوق الإنسان والسهر على تنفيذ هذه الحقوق واحترامها. خلال تواجده معنا هذا المساء سوف يحدثنا السيد المري عن وضع حقوق الإنسان في قطر وحول رؤيته عن حقوق الإنسان. علي بن سميخ المري يرأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر منذ سنة 2009 ومنذ 2015 هو نائب رئيس لمنتدى آسيا الهادي لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها سيدني وهو أيضا عضو في اللجنة الاستشارية العلمية للجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في تونس وانتخب رئيسا للجنة العربية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية في سنة 2012. هو دكتور في الفلسفة وفي العلوم السياسية. شكرا جزيلا السيد المري ومرحبا بكم. لكم الكلمة. شكرا لكم. في البداية أود أن أتوجه إن شاء الله تامر أمر واضح الحين. في البداية أود أن أتوجه لكم بجزيل الشكر والامتنان وأخص إدارة البيت العربي وعلى رأسهم السيد بيدرو المدير العام للبيت العربي والذي أتاح لي هذه الفرصة الثمينة لأتحدث عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونتحدث بشكل مختصر عن حقوق الإنسان في دولة قطر ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بداية عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عادة ما يظهر لبس عن هذه المؤسسات وما هو موقع هذه المؤسسات وما دور هذه المؤسسات وهل هي مؤسسات حكومية أم تابعة للمجتمع المدني. فهناك العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع. يوجد الآن في حدود 111 مؤسسة وطنية حول العالم تشبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. طبعا هذه المؤسسات منذ نشأة الأمم المتحدة وكان هناك مطالبات خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن تنشأ مؤسسات لا هي مؤسسات مجتمع مدني ولا هي مؤسسات حكومية بحتة تعنى بمسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول. فكان هناك العديد من المؤتمرات والعديد من ورش العمل وإلى أن تم التوصل إلى ما يعرف أو ما يسمى بمبادئ باريس سنة 1991. وطبعا هذه المبادئ هي التي وضعت المعايير والمبادئ في كيفية إنشاء هذه المؤسسات وما هو الدور المنوط بهذه المؤسسات وموقع هذه المؤسسات من موقعها في الدولة، هل هي مؤسسات تابعة للحكومة أم تابعة للمجتمع المدني، وكيفية اختيار أعضاء هذه المؤسسات. طبعا صدرت هذه
المبادئ سنة 1991 وتم المصادقة عليها وصدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 باعتماد مبادئ باريس، والتي حث هذا القرار الدول على إنشاء مؤسسات وطنية وفقا لمبادئ باريس. طبعا هذه المبادئ أكدت على أن دور المؤسسات الوطنية هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل الدولة، ولا يمنع أن يكون للمؤسسات الوطنية علاقات مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدولة. طبعا وضعت مبادئ باريس هذه المؤسسات في موقع وسط ما بين الحكومة وبين المجتمع المدني، فلا يمكن القول بأن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات مجتمع مدني، ولا يمكن أن نقول أن هذه المؤسسات هي مؤسسات حكومية. وفرضت مبادئ باريس بأن تتلقى هذه المؤسسات الدعم الكامل من قبل الدولة ليمكنها من أداء عملها فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وطبعا أكدت مبادئ باريس على أن أي تشريع ينشئ هذه المؤسسات لا بد أن يعطيها الحصانة ويعطيها الاستقلالية المالية والإدارية من الحكومة. أضف إلى ذلك أن مبادئ باريس أعطت هذه المؤسسات دور في الحماية، وعندما نتحدث عن الحماية هو دور بتقديم التوصيات للحكومة وإلى المجلس التشريعي، المجالس التشريعية، بالإضافة إلى دور رقابي فيما يتعلق بزيارة السجون، زيارة الأماكن المتعلقة بأي حق من حقوق الإنسان. وطبعا هذه المؤسسات يعني دائما وأبدا يكون المانديت تبعها يشمل كافة الحقوق وليس فقط يعني حق معين أو ما إلى ذلك. طبعا تختلف المؤسسات من مؤسسة إلى أخرى طبقا لتشريعها فيما يتعلق بالاختصاص شبه القضائي، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيق في الشكاوي. طبعا هذه معلومات عامة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وفقا لمبادئ باريس ووفقا لقرار الجمعية العامة. طبعا كان هناك يعني هذه المؤسسات يعني موزعة ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا. كل مجموعة من هذه المؤسسات تنطوي تحت شبكة، مثلا في آسيا تسمى منتدى الآسيا باسيفيك، في أفريقيا الشبكة الأفريقية والشبكة الأوروبية والشبكة الأمريكية. يجمع كل هذه الشبكات ما يسمى بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وطبعا مقره جنيف يجمع كل هذه المؤسسات تحت جمعية عامة تكون كافة المؤسسات هي يعني أعضاء في هذا التحالف. وطبعا المؤسسات الحاصلة على ستاتوس A و B، وخاصة أن هناك لجنة تسمى لجنة الاعتماد. هذه اللجنة تتقدم لها المؤسسات الوطنية وتدرس حالة المؤسسة الوطنية، وبناء على الاختصاص التشريعي لهذه المؤسسات وفقا للقانون وممارسة هذه المؤسسات لأداء دورها على أرض الواقع فتقدم طلب اعتماد لهذه اللجنة. وطبعا هذه اللجنة لأن للأسف يعني هناك بعض الدول التي تنشئ مؤسسات وطنية ولكن لا تعطيها اختصاص ولا تدعمها، وكأنها فقط لدينا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يعني من أجل يعني تجميل الواقع وما إلى ذلك. فهذه اللجنة لجنة جدا مهمة في تابعة للتحالف العالمي. طبعا بالنسبة لنا كلجنة وطنية عندما نتحدث عن المنطقة العربية يوجد هناك في حدود 15 مؤسسة وطنية. هذه المؤسسات الوطنية فقط يوجد منها 6 مؤسسات وطنية حاصلة على الستاتس A. يعني عندما تقرر لجنة الاعتماد بمنح مؤسسة وطنية الستاتس A، هذا اعترافا منها من هذه المؤسسة من هذه اللجنة
بأن هذه المؤسسة تعمل وفق مبادئ باريس من الناحية التشريعية وحتى على أرض الواقع تعمل وهي تعمل بشكل مستقل عن الحكومة وبإمكانها أن يكون لها كلمة في مجلس حقوق الإنسان يكون لها ترفع تقارير ظل موازية للتقارير التي ترفعها الحكومة فيما يتعلق باللجان التعهدية. بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، هذا بشكل مختصر عن المؤسسات الوطنية ودورها وما إلى ذلك. بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، أنشئت في عام 2002 وتم تشكيل أعضاء اللجنة بداية 2003 وبدأت أعمالها اللجنة الوطنية على أرض الواقع من بداية تقريباً 2003-2004. وطبعاً هدف هذه اللجنة الوطنية وهدف هذه المؤسسة هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر، وطبعاً لها في سبيل ذلك هذا الاختصاص بأن يعني تقدم المشورة للجهات الحكومية في الدولة بأن تنضم إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تشجعها، كذلك تقدم التوصيات فيما يتعلق بموائمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها. أضف إلى ذلك أنها يعني من ضمن اختصاص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بأي موضوع من موضوعات حقوق الإنسان في دولة قطر، كذلك تستقبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للقانون نشأتها الشكاوي وتحاول حل هذه الشكاوي والإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في الدولة، لها في سبيل تحقيق أهدافها كذلك أو الهدف الرئيسي التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات أو الجهات سواء المفوض السامي أو منظمة العفو أو منظمة هيومن رايتس ووتش أو كافة المنظمات الكبرى المتعلقة أو التي لها دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إقامة الندوات وخاصة أن هناك جانب في الحماية وجانب في التعزيز. طبعا فيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقدمت للحصول على الاعتماد في 2000 تقريبا 2005 وحصلت على الستاتس بي في 2006، وخاصة في 2006 كان هناك مجموعة من التعديلات التي لا بد أن يتم إدخالها على قانون نشأة اللجنة ليعطيها مزيدا من الاستغلالية ويعطيها مزيدا من العمل، وكانت هناك ملاحظات من قبل لجنة الاعتماد على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتعدل من تشريعاتها وأدائها على أرض الواقع. طبعا تداركنا هذه التشريعات وتم تعديل العديد من التشريعات التي أعطت قوة للجنة الوطنية لأداء مهامها على أرض الواقع، فأعطيت لها الحصانة أن يكون هناك حصانة لأعضاء اللجنة وحصانة لمقر اللجنة، كذلك أعطي لها العديد من القرارات وفقا أو إدخال مجموعة من التشريعات التي تكفل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أداء عملها على أرض الواقع، وكذلك حسنت اللجنة منذ عام 2006 لحد 2010 أداءها على أرض الواقع فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأصبحت في عام 2010 حاصلة على ستاتوس أي في لجنة الاعتماد. في 2012 تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرئاسة لجنة الاعتماد لمدة 3 سنوات، فأصبحنا يعني نرأس بدل ما كنا يعني نحن يعني نطالب بأن يتم اعتمادنا ونقيم، لا أصبحنا في نحن أعضاء في هذه اللجنة ورأسنا هذه اللجنة لمدة تقريبا 3 سنوات. كذلك في المكتب التنفيذي، اللجنة الوطنية عضو في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية. في 2012 كذلك كان هناك مساهمة من اللجنة الوطنية بحيث هناك شبكات 4 شبكات فقط على مستوى العالم، فاقترحنا بأن يكون هناك شبكة تخص العالم العربي وخاصة أن هناك 15 مؤسسة في الوطن العربي. فبالفعل كان هناك من عام 2011 وكان هناك إعلان نواكشط الذي أنشأنا بموجبه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها دولة قطر،
وتوجد هذه الشبكة، وطبعا هدف هذه الشبكة هو دعم وتعزيز وتشجيع المؤسسات الوطنية للقيام بعملها وفقا لمبادئ باريس. وهناك العديد من الاجتماعات لهذه الشبكة. أضف إلى ذلك قامت اللجنة الوطنية مؤخرا بإنشاء مكتب إقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جنوب غرب آسيا، ومقره كذلك دولة قطر. فكل هذه المبادرات هي من قبل اللجنة الوطنية، وهدفها طبعا هو تشجيع إنشاء مؤسسات وطنية في المنطقة العربية، ودعم هذه المؤسسات لكي يكون عملها وفقا لمبادئ باريس، وتقوية هذه المؤسسات لتقوم بعملها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع. طبعا هذا فيما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والمنديت تبعها. طبعا فيما يتعلق بحقوق الإنسان في دولة قطر، طبعا منذ نشأة اللجنة الوطنية من 2003 و2004 بدأت اللجنة يعني تدرس التشريعات المحلية في دولة قطر، بدأت تستقبل الشكاوي وتحاول حلها. ويعني كان للجنة الوطنية دور كبير فيما يتعلق بتحدي مهم كان يواجه العمالة المهاجرة في دولة قطر، وخاصة أن يعني عندما نتحدث عن العمالة المهاجرة أو الوافدين، هناك تقريبا 80% من سكان قطر يمثلون هذه، وكانت هناك مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجه هذه العمالة وكيفية حل هذه الإشكالية. طبعا منذ عام 2004، طبعا خلال الفترة الماضية أو الثلاث أو أربع سنوات الماضية، بدأ موضوع التحدي العمالة المهاجرة في دولة قطر وكأنه موضوع جديد. لا، يعني إحنا المنظمة أو الجهة الأولى في المنطقة التي وفي العالم يعني اللي تحدثنا عن التحدي الذي يواجه العمالة في دولة قطر منذ عام 2004، ونصحنا الحكومة بمجموعة من المقترحات لتعديل ظروف العمالة، وبالفعل كان هناك تعديل بشكل يعني فيه استحياء في تعديل ظروف العمالة في دولة قطر. وبعد استضافة دولة قطر لمونديال 2022 في عام 2010، بدأت هناك مجموعة من المنظمات والدولية لي يعني وضع قطر تحت المجهر، وخاصة أنها تستقبل كأس العالم وتحدي، مع أن التحدي هذا يشمل دول الخليج بشكل عام يعني وليس قطر فقط، ولكن بما أن قطر يعني هي التي تستضيف كأس العالم فهي تحت المجهر، وممكن يعني الطريق سهل من خلال يعني هناك سبب كبير لأن يتم التركيز على دولة قطر في هذا الجانب. أعتقد أن هناك خلال الفترة الماضية كان هناك مجموعة من التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات العمل الدولية لدولة قطر، تحديات تشريعية وتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع. يعني أصبح هناك مجموعة من التوصيات التي قدمت الحكومة القطرية، وطبعا الحكومة القطرية ممثلة في وزارة العمل أو وزارة الداخلية. أصبح هناك تشريعات جديدة الآن، عندما نتحدث هناك تشريع يتعلق أو تحدي يتعلق بالعمالة أو يتعلق بالكفالة، الآن أصبح هناك تشريع جديد لعام 2015 ونفذ وبدأ يعني ساري المفعول في نهاية 2016، وهو أن العلاقة يعني قبل ذلك كانت العلاقة بين العامل أو المستقدم علاقة وفقا للقانون، ولا يستطيع أن يقير وظيفته أو يقير مكانه إلا بالرجوع إلى المستقدم. الآن لا، أصبحت العلاقة تعاقدية، هناك عقد وهذا العقد يحكم العامل والمستقدم يعني طبقا لما يتفقون عليه في الراتب أو فيما يتعلق بالانتقال إلى عمل آخر أو كافة الشروط المتعلقة بالأخرى. كذلك كان هناك تحدي يواجه العمالة في دولة قطر فيما يتعلق بالتأخر في تسليم الأجور والرواتب. أصبح الآن هناك نظام أو ما يسمى بحماية الأجور، فكانت الرواتب
تدفع بنقدا الآن لا أصبحت الرواتب تحول إلى البنوك من قبل كافة الشركات وأصبح هناك مراقبة على الشركات في إذا تأخرت على العمالة بأن تضع هذه توضع هذه الشركة تحت في القائمة السوداء ولا تقدم لها الخدمات حتى تنضبط في هذا الجانب. هناك تحدي آخر فيما يتعلق بمواقع الإنشاء والسيفتي والسلامة اللي موجودة في مواقع الإنشاء. وضعت العديد من الاشتراطات الآن تنفذ من قبل وزارة العمل ووزارة البلدية للتأكد من مواجهة هذا التحدي. هناك كذلك تحدي يتعلق بالسكن أو الأكوموديشن تبع العمال نفسه، لابد أن يتفق مع المعايير الدولية للسكن اللائق. فهذه التحديات يعني هناك تطورات من قبل يعني الحكومة القطرية أقدمت عليه جهود من قبل الحكومة القطرية أقدمت عليها وتحاول هذه الإشكالية. هذا فيما يتعلق بالتحدي الذي تواجهه العمالة في دولة قطر. هناك أيضا بعض الشكاوي المتعلقة بالمواطنين فيما يتعلق بالصحة والعمل والجنسية وأمور أخرى تستقبلها اللجنة الوطنية. طبعا مؤخرا كان هناك تحدي كبير واجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التحدي يعني كان تحدي كبير. نحن عادة في كل سنة نستقبل 1600 شكوى إلى 2000 شكوى، في ظرف شهر واحد استقبلنا ما يزيد عن 3000 شكوى في شهر واحد، فكان العدد كبير وكان فيه يعني الأزمة الخليجية اللي حصلت وبعض القرارات التي صدرت مؤخرا من بعض الدول الخليجية بعدما قطعت علاقاتها مع دولة قطر. أصبح هناك يعني كم هائل وسيل هائل من الشكاوي استقبلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتعلق ب يعني الآن لحد اليوم هناك تقريبا فقط في هذا الجانب فيما يتعلق بالأزمة الخليجية وصل عدد الشكاوي التي استلمتها اللجنة 4000 شكوى في خلال الأربع شهور هذه. وطبعا هذه الشكاوي تصنف من قبل يعني عندما نصنفها وفقا للانتهاكات، هناك انتهاكات متعلقة بالحق في لم شمل الأسرة، هناك انتهاكات متعلقة بالحق في التنقل والإقامة، هناك انتهاكات متعلقة بالحق في التعليم، هناك انتهاكات متعلقة بالحق في التملك، هناك انتهاكات متعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية، هناك انتهاكات متعلقة بحرية الرأي والتعبير. فللأسف يعني كان هناك دور للجنة وممكن يعني أتحدث فيه بعد ذلك عندما نفتح باب النقاش عن هذا الموضوع. فكان هناك يعني مررنا بتجربة يعني جدا متعبة بالنسبة لنا خلال هذه الفترة، وهو أن يعني لجنة بالنسبة لنا في المنطقة يعني هناك في دول الخليج هناك تقريبا 3 مؤسسات وطنية في قطر والبحرين والإمارات، عفوا في عمان. قطر هي الوحيدة يعني هي أول مؤسسة أنشئت في دول الخليج وهي الوحيدة الحاصلة على الستاتس A. فخلال هذه الفترة يعني حتى أن اللجنة الوطنية لما بدأت تحاول أن تحل هذه الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان كان هناك هجوم على اللجنة وإعاقة عملها لأداء دورها فيما يتعلق بحماية هؤلاء المتضررين وهؤلاء الضحايا. وطبعا ممكن أشرح لكم إذا فتحنا باب الأسئلة يعني كيفية إعاقة عمل اللجنة في القيام بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة لهؤلاء الضحايا أو هؤلاء المتضررين في الأزمة الخليجية. فهذا بشكل مختصر. طبعا اللجنة الوطنية لديها شراكات كبيرة خلال الفترة الماضية، لدينا اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لدينا شراكة مع برنامج اليو ان دي بي، لدينا شراكة مع منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وعقدنا العديد من المؤتمرات. وكان آخر هذه المؤتمرات يعني في مؤتمرين، يعني مؤتمر عقدناه خلال عام 2017 قبل الأزمة وبعد الأزمة. قبل الأزمة كنا نتحدث عن مقاربات حقوق الإنسان أثناء
الصراع يعني، وما كنا صراحة يعني ما كنا متوقعين ان احنا راح نكون في يعني ضحية لهذا المؤتمر يعني، او ضحية ل يعني كنا نتكلم عن توصيات لا بد ان تتبعها الحكومات في الصراع السياسي او اي صراع او صراع عسكري او ما الى ذلك، لا بد ان تحترم حقوق الانسان في هذا الصراع. ولكن للاسف يعني بدايه الازمه الخليجيه كان هناك صراع وكانت هناك انتهاكات عديده لحقوق الانسان، وكذلك في عام 2000 وفي في 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 يوليو 2017 عقدنا مؤتمر دولي حول حريه الراي والتعبير، تحدثنا به عن حريه الراي والتعبير والجزيره وما الى ذلك. فهذا بشكل مختصر في دور اللجنة الوطنية، دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعني أترك يعني لكم يعني نفتح لكم باب الأسئلة، أو إذا كان هناك إيضاحات أو بعض الاستفسارات المتعلقة بدور اللجنة أو حتى الأزمة أو التحدي الكبير الذي واجهته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا. شكرا لك سيد الرئيس. Muchas gracias. شكرا دكتور علي على هذا العرض، حيث شرحت لنا أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونأمل بأن تكون دول الخليج هي دول عائلة واحدة، وأن يمكن لها أن تحل المشكلة بينها دول صديقة لإسبانيا، وتأكد تماما بأن إسبانيا مستعدة للمساندة والمشاركة في حل المشاكل الموجودة حاليا. إذا كان هناك أي استفسار لسيد الماري بما يتعلق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عمر لهذه المداخلة، ونود من حكومتنا والشعب الإسباني بأن تنتهي هذه الأزمة، بأن يتم حلها بشكل سريع، وإن شاء الله بأن تكون مبادرة أمير الكويت تخدم لحل سريع لهذه الأزمة. شكرا للجميع، شكرا لسعادة السفراء، وإلى اللقاء. شكرا لكم. شكرا.